نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة صلاح الدين، أهلا بكم. دعا محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل إلى عدم التراخي وضرورة متابعة الوضع الصحي في المحافظة بشكل دؤوب. جاء ذلك خلال زيارة ميدانية إلى مستشفى الطوارئ في تكريت واطلاعه على الخدمات العلاجية المقدمة للمراجعين. وطالب المحافظ بتجديد الإجراءات الوقائية لضمان عدم انتقال عدوى كورونا بين الملاكات الطبية والمرضى، مثنيا على دور الجيش الأبيض الذي قدم صورة وطنية رائعة وهو يواجه الوباء.